الله أنا أريد أن أسوي عملية، لأن أخي كان نفسي وعمتي وعمي كلهم يعني توفوا، أنا أحتاج عملية يعني خارج البلد، خارج العراق. أنا أشد وزير الصحة المحترم أن يطلعني خارج البلد أسوي عملية. لوكيميا الدم، سرطان دم، وقبل 2013 هم أخوات مرض بنفس المرض وتوفى، وعندي أخوتي ثلاثة هم بنفس المرض كعامل وراثي يقولون هم توفوا يعني ثلاثتهم. وهسه حاليا أنا طالب يعني الخيرين المسؤولين من دولة رئيس الوزراء إلى وزير الصحة إلى كافة المسؤولين الخيرين أن ينظرون بنظرة العطف لبنتي إجراء عملية أخرى. والله علاجها كله أزيد، العي يتعالجون بهذا المرض تركيا يعني خارج القطر، لأن نسبة النجاح ينطون أزيد يعني خلينا نقول. أنا ناشد وزير الصحة يدحق على وضع بنتي، يعني أخوها الأكبر من توفى وقت ما دخلوا الدواعش، وعمه وعماته اثنين عندي مراثة قوية وما يطيبون بالجرأة. ياسمين فائد محمد ياسين عمره 13 سنة، وداهم بالمدرسة والسيارات تريد تحضر كتب والدفات وتعمل دراعة ومدرسة، وفاجأنا بالمرض خلال يوم وليلة صار بها هذا المرض، هي وأخوها وعماته وعمه عندهم مراثة قوية ما يفيد بالجرأة، يفيد مزاع النخاع، هي مزاع النخاع بالدم ينغادلم. أخوها توفى وقت الدواعش كان ماكو هالقد علاجات، وهذه ما طول 6 أو 7 أشهر توفى أخوها وعمته وعمه، عماته اثنين، عماته وغا أخوها بسنة. والناشد وزير دحق علينا وعلى وضع الطفلاي والخيرين كل من عنده شهامة. ياسمين مصابة بسرطان الدم الليمفاوي نوع تي، اللي هو يعتبر هاي ريسك يعني عالي الخطورة. في البداية يتم علاج هذا المرض بواسطة الجرعة الكيميائية، وبعد الانتهاء من الجرعة الكيميائية والحصول على حالة يعني الشفاء أو تصفير نخاع العظم وتصبح النسبة المئوية فيه أقل من 5% اللي إحنا نسميه حالة الكومبليت ريميشن، بعد هذه المرحلة يجب تحضير المريضة لعملية زراعة نخاع العظم حتى يعني تكتسب الشفاء التام. يعني إحنا بالحقيقة هاي الحالات اللي تحتاج زراعة بسبب عدم وجود الزراعة في الموصل أو العراق يعني بشكل عام لهذه الحالات، يعني زراعة يسموها الألوجينيك بون مورو ترانسبلانت اللي هو من متبرع، نقوم بإحالة المرضى إلى وزارة الصحة. هنالك لجان إخلاء في وزارة الصحة تقوم بمراجعة هذه الحالات ومدى إمكانية أو مدى أحقية هذه الحالات للزراعة في خارج العراق، ويتم إخلاء يعني هؤلاء المرضى على نفقة وزارة الصحة.